تعرفوا بيك دكتور؟ دكتور محمد عمار خليفة شكال، دكتور في قسم الإسعاف السريع جراحة مستشفى بن سينا. مستشفى سرت، شو الحاجات اللي ناقصة في نوقص اللي يعاني منها الآن؟ والله هو شوف، هو المستشفى بن سينا يعاني من حاجات واجد، نقص عرفت، نقص واجد يعني من الأكسجين، من المية ما فيش، من الأدوية، فيه الأدوية لكن مش بكمية، مش أدوية كلها متوفر يعني حاليا، حتى من التغذية كانت في نقص، لكن اليوم الحمد لله شفنا شوية هيك مغطوا باهش. من بعض الأدوية اللي كان نعاني منها نقص اللي هو الأنتيبيوتيك هاي فيه بسوفين، كان عندنا نقص حتى هو فيه، لكن تو حاليا فيه شوي حاجات بدنا يرجع. وحاجة ثانية نقص يعاني منها اللي هو الميديكال ستاف، ميديكال ستاف يعني نقص بشكل غريب في مستشفى بن سينا. حتى الآن الدكاترة ما رجعوش كلهم، والتمريض ما رجعوش بك. بالنسبة للأدوية، هل فيه لجنات إغاثة يجيبها في أدوية؟ فيه يعني فيه، بس في أدوية حاليا يعني فيها نقص بن سينا، مش كل أدوية ناقص، في بعض أدوية بس يعني فيها نقص. معمل التحليل يخدم؟ يشتغل معمل التحليل كويس. طاقم الإسعاف؟ طاقم الإسعاف فيه نقص واجد، يعني قاعد فيه زوز موردين بس، يعني تشوف أنت. وفي سيارات إسعاف؟ لا سيارات إسعاف بصراحة يعني ما فيش، كان فيه مستشفى بن سينا شي 15 سيارة إسعاف لكن راحوا كلهم. حضرتك من سرت ولا جاي؟ لا من سرت، مسكر قاعد في سرت. في إصابات الأطفال بالذخائر التي لم تنفجر كلها؟ في عند اليوم جتنا زوز حالات. يعني في الأسبوع هذا كم سجلت حالة؟ بالذخائر اللي لا والله ما نجرتش كم حاله، لكن اليوم تو خشوا حاله زوز عمليات، عيل صغير عنده وريد من اسمها خاشين بيه عمليه جراحه، في عيل ثاني عنده الايده حتى هو بيوصلوا لدكاتره العظام. شو سببها؟ شضية حتى هي قاعده عويل يلعبوا عليها انفجرت فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. ليش؟ مش طبيعية، كانت هنا يعني كان في مريض، يعني طبعا مرضى كلهم قاعد تنفس هنا، يعني مش طبيعي، كانت هي قضية ما ينتوفر.